مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ابتسم للدنيا. هذا البرنامج الإنساني الاجتماعي ليهدف دايما على أنه يرسم الابتسامة على وجوه الناس اللي راحت منهم. اليوم لحقنا للمرحلة الأخيرة من الحلقة تاع نهلة، نهلة اللي كنتوا شفتوها وتعاطفتوا معها الأسبوع اللي فات. وبيان سيغ ما نقدرش نلحق لهذه المرحلة بلا ما نرحب بالطاقم كامل اللي وقف معاها واللي رافقها ورافقنا طيلة مدة العلاج. نرحب بالدكتور خليل عبد الصمد، مختص في جراحة الأسنان. مرحبا بك. يسلمك. خديجة حكم، المختصة في التغذية والحمية العلاجية. مرحبا بك. هلا. يعيشك. الجميلة مريم إدير، المختصة في التجميل. وانت الأجمل بشرى. الله يسلمك. ودكتورنا طبعا دكتور يوسف بن خليل، المختص في طب التجميل والليزر. مرحبا بك دكتور. مرحبا بشرى. راني فرحانة بزاف بكم اليوم، وحبيت نشكركم باسمي واسم المشاركين على كل حاجة قدمتوها للبرنامج وعلى كل حاجة قدمتوها للمشاركين ديالنا. طبعا بلا ما ننسى ريان برونسي، المختص في الموضة والأزياء، اللي راهو للأسف غايب معنا اليوم لأسباب خاصة. ما راحش نطول عليكم، حبيت نديكم نروحوا كيف كيف نشوفوا نهلة كيفاش حتى جات شاركت في البرنامج، كيفاش جات البرنامج تاعنا الخطرة الأولى، كان لي الحظ أني نشوفها كيفاش ولات وديت الانطباعات دياولها. شوفوا. خير ملي كنتي عاودتي استرجعتي الثقة في النفس؟ وي بيان سور. بزاف بزاف. قولي لي الثقة اللي درتيها فينا نهار جيتي، درتي فينا ثقة كبيرة أنا على بالي، وهذا الشيء حسيت به. درك اسكو حنايا كنا عند حسن ظنك؟ وي كنت على حسن ظني. قدرنا ندخلوا لك الابتسامة؟ وي قدرتو. وي على بالك درك راح ندوزو، درك جينا المرحلة الواعرة صديق اللي شوية كومبليكي، اللي هي المرحلة تاع الأخصائيين ولي ميديسايتو. الحمد لله راكي تهبلي. الله يسلمك. قولي لي سنانك عجبوك؟ وي بيان سور بارابور. وي ولي سيكاتريس حسيتي بلي وي كاينه اميليوراسيون؟ وي بزاف. انا راني نشوف، راني نشوف فيك ما شاء الله. الله يسلمك. هكا سون ماكياج سون ريان دوتو، ندوزو درك المرحله تاع الهولوكينغ وتروحي تلبسي وتسقمي شعرك وديري الماكياج ونشوفك عروسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دوزي معنا.